السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة والسرور. أيها الكرام، سوف نسلط الضوء اليوم بإذن الله تعالى في هذا اللقاء المبارك من هذا الشهر الكريم على أمر مبارك، ألا وهو أثر الصدقة على المنفق والمتصدق في سبيل الله تعالى. أيها الكرام، إن الله تعالى بشر المنفقين المتصدقين الباذلين بالعطاء في سبيله بالأجر المبارك والثواب العظيم، وإن ثمرة الصدقة والإنفاق في سبيل الله له أثر على المنفق والمتصدق في سبيل الله تعالى. أما في الحياة الدنيا فيكون أثرها في جميع شؤون الحياة، وأما عند الموت فتكون الخاتمة طيبة بإذن الله تعالى، وصناعة المعروف تقي مصارع السوء، وأما في القبر فالصدقة تقي عذاب القبر بإذنه تعالى، وأما في الآخرة فيرفع الله الذين يتصدقون وينفقون في سبيله درجات. أيها الكرام، وبعد هذا الخير الذي ساقه الله تعالى للمتصدق والمنفق في سبيله، ندعوكم جميعا بأن تكون هنالك يد حانية على أرحامكم وعلى أبناء مجتمعكم وعلى أبناء هذا الوطن الغالي، ولينفق كلا حسب مقدرته. فمن تعذر أن ينفق شيئا من ماله فلينفق العلم الذي وهبه الله إياه، وإن تعذر فأنفق الكلمات الطيبة المباركة التي تلملم بها جراح عقول القلوب، وإن تعذر فأنفق شيئا من دمك لإخوانك المرضى، وإن تعذر فكف لسانك وجميع جوارحك عن أعراض خلق الله تعالى.